تبتدي تحط البرامج بيوفروا عملية الفاينانس التمويل التمويل والطالب بيخش وما بيدفعش حاجة من جيبه بس بتتكلم على الجامعة على الجامعات في وبعد ما بيخلص التعليم بياخدوا فلوسه تاني من الشغل. يعني معناها أن التعليم متاح، التعليم في مصر غير متاح لكل الناس. ده السبب ان يعني انت لو بصيت احنا عندنا الثروه البشريه من اقوى الثروات اللي موجوده، فكان لازم يكون التركيز عليها وتعليمها، لان التعليم هو بيؤدي الى نمو، والنمو بيؤدي الى القضاء على الفقر والطبقيه. فاحنا لازم نبص للتعليم ان نجعله متاح لكل الناس بلا استثناء، اللي عنده فلوس واللي ما عندوش فلوس في مصر كلها. طب هو ازاي يعني تتغير ثقافة يعني اصحاب يعني اصحاب الجامعات دول؟ ده شغل بيزنس وتجارة وكأنه عنده سوبر ماركت وهو عايز يستفيد، انما يعني البعد الاجتماعي والثقافي ده والوطني يجي له ازاي؟ انا هقول لحضرتك حاجة، اصل هي العملية لن تترك للرأي الفردي. عندنا الاعتماد في اي جامعة، لما بنروح نعتمد هذه الجامعة، باول حاجة من بعد ما بتعتمد الجامعة بيعتمد لها اللي احنا بنسميه financial aid، بيعتمد لها وسائل التمويل التمويل للطلبة. لو الجامعة لم تعتمد ما فيش تمويل، فكلها الجامعة كلها بتموت، بتبقى يعني عدد الطلبة فيها قليل، لان 95% من الطلبة بياخدوا تمويل. طب احنا لو كلمنا على هذا المعيار او الضابط وتطبيقه على الجامعات الأمريكية والألمانية والفرنسية هنا في القاهرة، لابد لن تعتمد هذه الجامعات من هيئة الاعتماد إلا إذا كانت بتوفر التمويل للطلبة، نمرة واحد. نمرة اثنين، لابد أن يكون هناك الوسيلة اللي يكون الاعتماد شيء محترم، بما معناها الجامعة التي لا تعتمد ما اسمها يضيع، اسمها يضيع زي وما فيش حد، ما فيش طالب يبقى حريص ان هو يلتحق بيها. خالص في امريكا الجامعه اذا لم تعتمد ما فيش طالب يروح. اول سؤال يساله الطالب، هذه الجامعه معتمده ولا لا؟ معتمده يبقى معناها مستوفيه كل الشروط وكل القوانين مطبقه عليه. جميل. يعني هذا الاعتماد مش هيبقى حاجه ديكوريه او حاجه للترفيه، وانما هيبقى مساله حياه او موت بالنسبه للجامعه نفسها. اذا لم تعتمد تتقفل. وعشان تعتمد لازم توفر، تتيح وسيلة، تتيح فرص التعليم للكل. طب احنا ده لو قدرنا نطبقه بشكل او اخر على الجامعات الخاصة او الجامعات الاهلية المفروض تتعمل، دلوقتي ما فيش جامعات اهلية عندنا، احنا عندنا جامعات خاصة، جامعات خاصة يعني مصرية او جامعات اجنبية او جامعات حكومية، السواد الاعظم والغالبية الكاسحة خريج الجامعات الحكومية. عندك كليات زي الاداب، التجارة، الحقوق، هذه الكليات يعني بيبقى عدد الطلبة فيها بالعشرين 30,000 طالب، يعني يعملوا جامعة لوحدهم. يعني ازاي بقى يعني فكر وضوابط الاعتماد والجودة تطبق على الاعداد الرهيبة دي؟ بنود الاعتماد ما هي سهلة، علشان جامعة تعتمد لابد ان هي تعدي ضوابط كثيرة جدا. فإحنا النهاردة عشان أي جامعة سواء الاعتماد يعني له عينيه معصوب العينين، لا يبص لأهلية ولا حكومية ولا هو، هناك عبارة عن قوانين بيطبقها. عدت الجامعة بتعتمد، ما عدتش الجامعة بتتقفل. ما أنا بسأل على النقطة دي، يعني أنا أروح مثلا للفرقة الأولى في كلية التجارة فيها يجي 10,000 15,000 طالب، لو رحت قسم الأراضي في كلية الزراعة في نفس الجامعة هتجد فيها 8 طلاب، فازاي انت هتعمل يعني هتطبق المعايير وما بين القسمين او الكليتين دول؟ ما هي العملية دلوقتي، انا عايز حقيقة اقول لك المشكلة مش في العدد، مش في الجامعة نفسها. المشكلة من وجهة نظري انا بدأت من التعليم قبل الجامعة. التعليم قبل الجامعة، وده تركيزي عليه من الثلاث سنين اللي فاتوا من اللي بتسموه من الكي تو 12، لان احنا التعليم، انا عايز، انا اسف ان انا بشفت الحوار شويه كده، انما التعليم التلقيني النهارده اصبح تعليم عقيم. ان المدرس يقف ويقعد يعلم الطلبه ويديهم محاضرات. الاستاتستكس ولا الاحصائيات بتقول ان التعليم التلقيني درجه الادراج والطالب بعد المحاضره بتبقى 15%. التعليم المرادف للتعليم التلقيني اللي هو تنميه المهارات،
تنمية المهارات بحيث ان الطالب احنا من زمان بنسمع عن حكاية الابداع وتنمية المهارات والقدرة على التحليل لكن هو كلام بس لا 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 الواقع غير كده لا 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 احنا ده كلام منفذ احنا نفذناه انا نفذت هذا الكلام في السعودية في حوالي يمكن 10 12 مدرسة لا انا ما اقصدش على التجربة بتاعتكم لا انا بقول انا اقصد اللي حصل عندنا يعني كلام اذا النهارده يعني عملية الناس تقول لك فلوس وما فيش فلوس ده اعتقد ده كلام مش مظبوط اللي عايز يتطور هيتطور سواء معاه او ما معهوش يعني فكرة ان احنا ما عندناش تمويل او فكرة ان الاعداد رهيبة وان الفصل قبل الجامعي فيه 80 عيل وانه الكلية فيها عشرات الالاف كل دي قد مش تكون يعني مشاكل بسيطة ولكنها هي ليست عقبة في ان احنا نعلم الناس فاحنا المفروض النهارده نبتدي نحط الخطط ان احنا نجهز الناس من اعدادي وابتدائي واعدادي وثانوي قبل التعليم الجامعي لان بعد ما الطالب بيعدي الثانويه بيكون المشكله خلاص حصلت ولذلك معظم خريجين النهارده سمعتهم مش كويسه طبعا تقعد في العالم العربي وتكلموا لك خريجين مصر احنا مش عارف اقل من لبنان وبتاع ازاي ده احنا اللي علمنا العالم العربي كله ازاي وصلنا الى هذه المرحله علمنا العالم العربي من قريب من 40 سنه بس وعلمنا الدنيا كلها من الاف السنين وعندنا عقول ولكن الاشكال ان هي عباره عن زي ما بنقولها سبايكس يعني عقول كتيره جدا انما يعني ما هياش موحدة المجهود غير موحد فالنهاردة لو النهاردة ابتريت أقلب نظام التعليم ده من تعليم تلقيني إلى تعليم تنمية مهارات هتبص تلاقي زي ما بقول الستاتستكس بتقول إن الطالب الإحصائيات بتقول الإحصائيات بتقول إن الطالب بيطلع عنده 85% من اللي اتقال هذه القدرة وإن احنا نحاول إن يشتغل على التحليل والفهم والإبداع وتنمية هذه المهارات طب إزاي في ضوء انه في نظام امتحان وتقييم هذا التقييم في النهايه بيبقى فيه تصحيح وفي حاجه اسمها اجابه نموذجيه يبقى انت ازاي تتكلم عن قدرات على الابداع والاختلاف مع المحاضر او الاستاذ وفي النهايه وانت بتقيمني المصحح ومعاه نموذج اسمه الاجابه النموذجيه ما هي المنظومه كلها لازم تتقلب يعني احنا في سنه 97 98 99 اتعمل كوميتي في امريكا كلها اتعمل لجنه في امريكا كلها واتقال المهارات القرن 21 نظرا لايه لو انت بصيت ان التعليم في القرن 19 والعشرين والمهارات اللي موجوده في التكنولوجي الاثنين كانوا زمان قوي زي بعض النهارده بدات التكنولوجي والمهارات بتتحرك بمنتهى السرعه والتعليم ثابت فاصبح الفجوه ما بين التعليم والقدره على ان الطالب يعني يبدع اصبحت الفجوه شاسعه عشان كده النهارده اللجنه اللي اتعملت ديت سنه في التسعينات قالوا ان احنا لازم نبتدي نشوف ان الطالب علشان يقدر يتعلم ويخش الجامعه عشان يقدر يطلع في المجال العمل يقدر يشتغل ايه اللي المفروض يعرفه اصبحت النهارده تعريف كلمه الامي ما هيش مجرد الكتابه والقراءه الامي الكتابه والقراءه دي جزء منها اللي ما بيعرفش يستعمل الكمبيوتر بيبقى امي برضه إذن جميل إذن هذه المواهب هذه السكيلز ديت هذه المهارات تغيرت فاذا النهارده لازم احنا نتغير طب جميل بقى طالما جبت سيره الكمبيوتر يعني دلوقتي احنا شبابنا بسم الله ما شاء الله يجيد التعامل وكله بقى فيس بكاوي ودلوقتي أبهر العالم كله بهذه الثورة وفي عز العتمة والظلمة وكله بيتكلم عن ضحالة وعدم وجود ثقافة وإذا بالشباب يعملوا هذه الثورة الملهمة المعجزة ويجود التعامل مع الكمبيوتر وفي اللقاءات والانترفيوهات يطلع الشباب يعني كل واحد داعية سياسية موسوعة ثقافية سياسية فعايزين نفهم إيه الحكاية احنا متخلفين متأخرين ولا احنا فعلا بنجلد يعني الذات أكثر مما ينبغي وعندنا هذا الوعي اللي عمل هذه الثورة يعني نوفق ازاي ده تصديق سيادتك اللي انا قلته الشباب ده النهاردة بنسميهم الديجيتال كيدز
كل واحد بالسيلفون والايباد فاهمين الدنيا مش ازاي. تمام. وفي الوقت نفسه يعمل كده بره البتاع ونخش ندخله في الفصل ونقول له ما هي اسباب الحمله الفرنسيه 1 2 3 4 بنشيله من جو الى جو تاني خالص. مش هو ده التعليم. احنا ده تعليم القرن 19 وال20 القرن 21 مختلف تماما. انت عايزه يبقى عنده قدره على التحليل والفهم بقى في أيوة. يعني تساله اسئله تانيه ازاي بقى التيم ورك وازاي الاتصال وازاي القدره على انه يحلل وازاي احنا التعليم زمان كان هو عبارة عن زي معرفة اللي موجود يعني يمسك الكتاب ويحفظه. النهاردة معرفة الغير موجود. الغير موجود أديله معلومة أو اتنين وخليه يفكر في اللي مش موجود. عايزين أقول مثال ده جميل قوي. يعني دلوقتي في التاريخ بياخد أسباب الحملة الفرنسية، نتائج الحملة الفرنسية، موت كليبر، مش عارف إيه، هذه الأحداث، الثورة الأولى الثانية، وبيحصل تقييم بقى، بيكتب نقاط، كتب نقطة اتنين غير اللي كتب ستة ياخد امتياز. لسه فيها إبداع. أنا عايز أسأل بقى عن التقييم، احنا نقيمه ازاي؟ ما ياخدش الكلام ده بالطريقة دي. النهاردة انت عايز ثورة في المناهج نفسها. طبعا حاجة طبعا بقى. طبعا فأنا عايز أخلي الطالب يبتدي يفكر إلى ما بقى. يعني النهاردة المعلومة موجودة ليه أسأله فيها؟ النهاردة لو قعدت طلب على الكمبيوتر على الإنترنت وسالته على اي حاجه هيكليك على جوجل هجيب النتيجه. ليه اتعبه واتعب مخه واخليه يبقى لايبرري، اخليه يبقى مكتبه؟ مكتبه. طب انا عايز اوريله ازاي يوصل ويجيب المعلومه. طب هو لو ما عرفش ان الحمله الفرنسيه كانت في سنه 1798 وانتهت في 1801 المعلومه دي يعني تنتقص من منه ولا لا اطلاقا؟ لان احنا المعلومات العامه والمعرفه كل الناس في اوروبا بيقروا كتب طول اليوم وهم واقفين في الصف بيقروا الكتب. لازم نشجع الطلبه على ان هم يقروا. فكونوا يقرا دي ما هواش دي معرفه، ما هياش تعليم. لابد ان نفرق بين الاثنين. انما التعليم هو اصبح سكيل، اصبحت مهاره، اصبحت مهاره، أصبحت مهارة. وهي دي اللي هتعلمه ان هو يقدر يروح يشتغل. لما النهارده واحد بيروح يخش المجال العمل ويعملوا له مقابله شخصيه عشان يشوفوا المهارات بتاعته، عمره ما هيسالوا عن اسباب الحمله الفرنسيه ابدا. هيسالوا يشوف هل هو يقدر يعمل الحاجه دي، هل يقدر يعمل الحاجه ديت، لان دي اللي هتجيب للشركه دي فلوس. الكلام الثاني دي ده له شخصيه، المعلومات الشخصيه. تمام. فإن النهاردة المنظومة التعليمية محتاجة نظرة، والنظرة مش للتعليم الجامعي، يعني مع احترام التعليم الجامعي احنا عايزين نظرة إلى ابتدائي وإعدادي وثانوي. المنظومة كلها لازم تتقلب. لازم يعني هننتبع إن شاء الله مع حضرتك يعني، وناخد وقت أكتر وأكبر في نقاط يعني إن شاء الله. شكرا وسعدنا بحضرتك جدا، عظيم الامتنان، والشكر الجزيل للأستاذ الدكتور نبيل دويب سالم. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا لحضرتك. شكرا. مشاهدينا هنستكمل هذه الفقرات، وفي فقرة تانية حالا هنتكلم فيها عن المشروعات القومية بعد ثورة 25 يناير، ولكن بعد هذا الفاصل.